جداً مش بعيد شوية أن أرحب بكم في هذا اللقاء وهذه الأمسية الثقافية البهيجة. هذا اللقاء يدخل في إطار برنامج الشعلة الثقافي إبداعات محلية الذي تتوخى من خلاله تعريف بالمنجز الثقافي والإبداعي والفني للعرائشيين وإخراجه للنور وطرحه للنقاش والحوار والتعريف بمبدعيه ورواده تشجيعا لهم على مزيد من العطاء والاجتهاد. في البداية اسمح لي أن أرحب أن أشكر تقدم الشكر الجزيل لجماعة العرائش ممثلة في قسم تقرير العرائش، فبعد رواية عبد الصمد الشنتوف عبير في الضباب ومجموعة القصصية للأستاذ شريف طالي لهما جرى اليوم نستقبل ونرحب ونحتفي ونحتفل بمبدعين جديد بين قوسين دخل المجال الإبداعي أو دخل التأليف في المجال الإبداعي مؤخرا بصدور مجموعته القصصية هروب إلى نقطة البداية، وإن كان هذا المؤلف حديث الظهور وحديث الوجود إلا أن الإرهاصات الأولى لصاحبه في المجال في الفن القصصي هي إرهاصات قديمة وكبتهم منذ تعليمه الثانوي بمجموعة من القصص التي كان ينشرها في الفضاءات والوسائط المتعددة. إذن اليوم ونحن نحتفي بالأستاذ محمد مبشور في تقديم وقراءة مجموعته القصصية هروب إلى نقطة البداية. كما من تناقضات من أيضا من نفاق اجتماعي من سلوكات يعني منبوذة ولكنها أصبحت هي المسيطرة عن قيم انهارت وحلت محلها قيم أخرى، ولكن فيها كثير من السخرية وفيها كثير من الكاريكاتير. فصاحب التاكسي الصغير عندما يتوقف في الوسط يحمل زبون ويقف من ورائه آخر ينتقده بأنه لا يحترم، يعني هو ينتقد الآخر بأنه لا يحترم السياق ولا يحترم قانون السير، في حين أنه هو الذي يقف في وسط الشارع. يعني أن لا إذا أردنا أن نقول أن المخطئ هو الذي أصبح يصحح الخطأ، وهكذا كثير من الرؤى وكثير من الإشارات نلتقطها في رواياته. ولكن ما أحاول أن أركز عليه فهي ليست رواية للسخرية والفكاهة من أجل السخرية والفكاهة، ولكن فقط هي إشارات ينبغي أن تلتقط، وفيها أيضا كثير من المرح من خلالها يحاول أن يخفف على القارئ كي لا يحس بالملل وكي أيضا لا يحس بالرتابة كما هي عادة في بعض القصص التي ربما عندما نقرأها لا نستطيع أن نكملها. إذن ربما سأتوقف عند هذا القدم وملأ ثخب رأسه، لكن الغريب أن الطبيب أثناء فحصه نصحه بالاسترخاء وأن يتخيل نفسه جوادا أبيضا يجري على شاطئ البحر ويثير نثار الماء والأمواج، لكن فوزي وهذه المفارقة لما أغمض عينيه تخيل نفسه خروفا أبيضا يأكل الحشائش والعشب الأخضر. الصفحة 15. فهذه المفارقة ترمز إلى المواطن البسيط الوديع الراضي عن وضعيته
دون المطالبة بحقوقه، فهو كالكبش الوديع الذي يأكل الحشائش وليس كالجواد الأصيل الذي لا يرضى بالذل والهوان. وتتجلى العجائبية أيضا في النص الرابع المعنون بهروب إلى نقطة البداية، حيث تبتدئ القصة بزيارة الشخصية الرئيسة طبيبا، وبعد الفحص وجده يعاني من البدانة والغضب الشديد.